عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نسوي فيديو نرسم، يعني وش نرسم؟ طيب نرسم على وشاي رسمتين نسوي، أولى والثانية. نرسم بالأولى الخشبية والثانية ماركر. يلا نبدأ. ما أقولكم أنتم تشوفون بالنهاية. طبعا شفتم ذا القلم يخلص خلص. وش سرد جديد هذا بداله؟ روكو اسمه. يلا خلنا حدد زين. كذا كنت أقول لكم هذا كذا كان الرصاص كذا ظلال كانوا ظلال. نسمة جميلة جميلة. ولدي 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 ولدي. بسوي زي خطوات البنت بس الجسم والشعر. طب خلنا نستريح الحين برجع لكم. باي باي. ما عجبكم قولوا بالتعليقات، تعليقات، لا تنسوا اللايك والشير.